حبيب قلبي، السلام عليكم. وحشتوني جدا جدا والله، وحشني الكلام معاكم والتصوير معاكم. معلش بقى يعني عيد كل سنة وانتم طيبين. انا ما نزلتش فيديو عيدت عليكم. عيدت عليكم في اخر فيديو بتاع كام مشتريات لولو، وعيدت عليكم في المنتدى بس لا اكتر ولا اقل. فكل سنة وانتم طيبين، ربنا يا رب يعيد علينا رمضان ويعيد علينا العيد لا فاقدين ولا مفقودين، وينصر اهل غزة يا رب، وصلى على سيدنا محمد. المهم عايزه اقول لكم، انا سافرت ورجعت من البلد. شفتوا بقى يعني غفلتكم. المهم ده كان اليوم اللي رجعنا فيه. انا سافرت اول يوم العيد، وده رجعت تقريبا تالت يوم. دخلنا بقى يعني الشقه، طبعا بقالنا 3 ايام مقفوله، فالتواليت كان عايز يتنظف، وانا اوريدي سايباه نظيف بس عشان لما نيجي نستعمله طبعا بقاله 3 ايام مقفول، فكان لازم يتنظف ويتعقم ويتعطر علشان الدنيا تبقى تمام. كان عندي دورتين غسيل، في واحدة كنت سايباها والتانية كنت جايباها معايا، هدوم بقى سفر ومش عارف ايه، فقلت احط دورة منهم كده علشان انجز، وتاني يوم احط التانية. طبعا بسافر يعني الواحد، بصوا اي حد في الدنيا بيروح لاهله بيرجع بخير ربنا كله. ربنا يا رب يبارك في عمامي ويديهم الصحة ويخليهم لي هم وبابا واخواتي وكل اللي لينا في البلد. يا رب ربنا يا رب يبارك لنا فيهم ويديهم الصحة الخير بقى كله، كحك وبسكوت ومنين وسمن بلدي وبطاية محترمة ولحمة بلدي. بصوا اللحمة بتاعت الصعيد حاجة، واللحمة اللي بجيبها من هنا تاني يعني ليها طعم تاني، يعني لحمة الصعيد حاجة تانية خالص. المهم فكنت جايبة لحمة، كان مش كنت جاي، كانوا عاطيني لحمة وبطاية كده بلدي محترمة متزغطة تزغيط تمام يعني، وسمن بلدي، ده سمن مخلط اللي هو بقري على جاموسي، بس احنا مش عارفه ابين لكم اصفر ليه في الكاميرا، هو افتح من كده بس تقريبا علشان الاضاءه، الرينج لايت انا كنت ناسيه مشغله على الاصفر. هقول لكم انا ما نزلتش ليه الفتره بتاعه العيد دي، بس خليكم بس في الفيديو. طبعا بما اني كنت مسافره فاكيد هجيب عيش بيتي معايا، فقلت انا فاضيه وما رجعناش متاخر قوي، فقلت اعمل كام حاجه علشان يخفوا من عليا تاني يوم. فحطيت السمنة على طول على النار، قلت اسيحه عشان هياخد وقته عقبال ما اخلص كام حاجه كده يكون تمام قبل ما انام، يكون اتحط في التلاجة. انا صيف شتا بحط السمنة في التلاجة، يعني ممكن اطلعه قبل ما استعمله مثلا بنصايه كده، انما صيف شتا هو في التلاجة. وقطعت العيش على يعني الرغيف، قطعته 4 ارباع كده، وحطيت كل رغيف في نص او كل رغيف شنطه من اللي هي بتاعه حفظ الطعام دي، وعلى الفريزر على طول على قد نطلع منه الكيس على قد الاستعمال خلاص. فطبعا هو زي الفل، لا فيه رده زياده ولا في اي حاجه. اللحمه انا عملتها على كيسين، كيس كبير يعني كفي يومين، والكيس التاني على قد وجبه واحده بس. وانا كان عندي لحمه طلعتها اول ما جيت فكت، لانه انا لما بجيب حاجات بستعمل اللي عندي في الفريزر الاول، فقلت اطلع اللحمه اللي عندي في الفريزر الاول عشان هعمل منها حاجات لتاني يوم، هتشوفوها برضو معايا في فيديو النهارده. ده بقى المنين اللي بالعجوه. عايزه اقول لكم في حاجه للاسف شويه حاجات اتكسرت بقى يعني نتيجه ضريبه السفر والطريق، بس ما علينا. وده كحك كده محشي ملبن، وده البسكوت اللي هو العادي بالفانيليا، وده اللي هو بالكاكاو من غير بيض، طعمه جميل جدا جدا. انا للاسف ما عنديش علبه كبيره، فحطيتهم بس في الكام علبه الصغيرين دول لحد ما اجيب علبه كبيره. المهم انا كنت اول ما دخلت البيت عارفه ان في حاجات كتير ناقصاني، لان كنت مفضيه الدنيا قبل ما انزل، ما بحبش انزل واسيب اي حاجه في البيت، اخلص اللي عندي ولما ارجع ابقى اجيب. فكنت طالبه اوردر من اولاد رجب، لا الايس كريم اللي قدامكم ده مش من اولاد رجب، ده هقول لكم دلوقتي هو جه منين. كنت طالبه اوردر من اولاد رجب، وكنت انا وزوجي محتاجين خضار، في الخضار اللي على اول الشارع واحنا داخلين كده كان فاتح، فجاب لنا، قلت له انا عايزه ايس كريم وانت جاي هات، يعني ملقيش بقى ليا الكوفرت اللي هي الكبيره كرنفاليتا دي، فجيب ده عادي شغال يعني طعمه حلو وزي الفل. فالمهم الريتش بيك اللي هو التوست المحمص او التوست الناشف اللي هو بتاع ريتش بيك اللي بالكمون، حلو جدا وعجب زوجي جدا، قال لي هاتيه هيبقى معانا على الفطار على طول. فطلبته، جبت عبوتين، العبوه عامله 18 جنيه بس حلوه يعني فيها كميه محترمه جدا. تقدري تجيبي اللي هو من الفرن العادي بتاع الفينو، بس انا مش بلاقي بالكمون على طول، بلاقي اللي هو الفايش العادي، يعني اللي هو الفايش العادي. كمان جبت زبادي دانون لانه عندي عزومه ومحتاجه اعمل كام تتبيله كده شوي، ف مش شوي لحوم لا شوي فراخ، فكنت بحب اعملها بالزبادي، ف علشان لولو وعلشان التتبيله. وكمان جبت عرض اللي هو الزبادي بتاع نسله،
لانه اليومين دول لولو طلع لها درس فمقضيها زبادي بس. وكان في عرض على قمارة دي تقريبا كانت عاملة 20 جنيه حاجة زي كده، دي اللي هي الكبيرة رول فراولة فقط لا غير. انتوا عارفين عندي رول بتعشق الكيكة الفراولة دي. كمان جبت مشروم علشان برضو محتاجاه في العزومة اللي كانت عندي، كانت بتاعت اصحاب زوجي فجبته بالمرة. الطبق ده كان عامل 16 جنيه. المهم ما كنتش ناوي اعمل اكل، احنا كنا متغدين هناك بس جوعنا بقى، عارفين انتوا اللي هو الطريق بقى ورايح جاي مش عارف ايه، وجوعنا وتعودنا على السهر فمش هننام دلوقتي فاحنا جوعنا. فزوجي قال لي بصي اعملي لنا كبد وقوانص، ما تحطي لهمش اي حاجه، شوحيهم بس وشويه رز بسمتي جنبهم. ماشي عملنا. المهم كان عندي حبه شيبسي كده، اخر حب اخر يعني حبه شيبسي من اللي موجود عندي قديم، وكنت جايبه شيبسي تايجر فقلت احط دول اخر كيس عندي يعني. وبعد كده عملت شوية سلطة وعملت شوية رز بسمتي وحطيت حبة زيتون وشكرا، مش هناكل عيش هو اللي انتوا شايفينه ده وشكرا، ما كملناهوش كمان، احنا اكلنا شوية كده وخلاص شكرا. كان لساننا خلاص وبسم الله ما شاء الله كريستال زي ما انتوا شايفين. حطيته في البرطمانين دول، انا بحطه في التلاجة زي ما بقول لكم صيف شتاء في التلاجة، بطلعه مثلا وانا بجهز الحاجة علشان ابتدي اعمل اكل او بتاع عادي، انما هو صيف شتاء محطوط في التلاجة ده افضل بكتير جدا جدا. هو عموما السمن ما بيجرلوش حاجة، حتى لو هتسيبيه بره التلاجة سواء هو او الدهن الضاني، بس افضل حاجة خليه جوه التلاجة افضل. بعد كده هعمل اكل لتاني يوم، علشان تاني يوم احنا ممكن ننام متاخر لان معظم الناس لسه نومها ما ظبطش، فانا قلت امن نفسي بما ان انا كده كده سهرانه واللحمه فكت اللي عملتها، فانا هعمل كباب حله قطعتها قطع صغيره كده وهعملها زي ما انتم شايفين. انتوا بقى شوفوا وانا هقول لكم انا ما نزلتش على العيد ليه. بصوا انا ما بصدق اسافر علشان اشوف سواء اهلي او اهل زوجي، فانا ببقى رايحه عايزه اقعد استريح اتبسط، بيبقوا وحشني ما بقاش في دماغي ان انا اصور اصلا، انا رايحه عشان ارتاح واقعد معاهم عشان وحشني، فمش هطلع الكاميرا واصور اي حاجه بتحصل. ولو انه بيبقى فيه عزومات كتير ومتجمعين كتير ما شاء الله ربنا يبارك، بس هي الفكره في ان انا اللي هو ايه عايزه يعني افضي دماغي شويه، اللي هو انا رايحه اتبسط لا اكتر ولا اقل. دي حاجه. الحاجه التانيه ما نزلتش في العيد لانه معظم الناس بتبقى مشغوله، في ناس كتيره جدا زوجها واحده زوجها ما بتصدق يقعد، ما بتصدق تتجمع هي وزوجها واولادها واولادها، ما بتصدق تروح عند مامتها. فانا من وجهه نظري يعني خلي كل واحد يعيش الثلاث ايام دول بدون بقى ما يتلخم بفيديو ولا يتلخم باي حاجه، ده وجهه نظري. اخر حاجه كانت الضيافه، مصر كلها منزله ضيافه العيد، فايه التاتش اللي انا هحطه؟ كل واحد بيقدم الحاجه بفكرته وبطريقته وبدماغه، بس هي الفكره انا بحبش اكون مكرره، ما دام الحاجه دي اتوجدت على كذا قناه اتوجدت بكذا فكره والناس اوريدي استفادت، فانا مش هحشي وخلاص، انا مش من الناس اللي بتحب تحشي فيديوهات عندي وخلاص. بصور في حالتين، يعني لو في حاجه مهمه عايزه اقول لكم عليها، او مثلا حاسه ان انا الفيديو ده او الروتين ده لو عملته ممكن يكون فيه اضافه ولو بسيطه ليكم بعمله. الحاجه التانية ممكن مثلا حتى لو الروتين هيبقى مكرر عندي، بس هو انا صحيه ليه مزاج اصور بس عشان دي، بس دي امانه يعني، بس دي كل الفكره والله لا اكتر ولا اقل. تعالوا اوريكم الحاجه الجميله دي، اللي ملوش في الزمالك يركن على جنب يعني يكنسل الفيديو خلاص على كده شكرا تمام. دي كان زوجي جايبه لي قبل العيد بس انا نسيت خالص اوريه لكم، حطيته كده على المطبخ بعلبته بشنطته وسبته. طبعا الناس الزمالكاوية عارفين وايت ستور ليه فروع كتير جدا جدا بيبيع كل حاجه يخص الزمالك، فانا كنت عايزه مج، نفسي في مج بس يكون صغير، انا عندي اللي هو الكبير اللي هو كان اول ما ابتدوا يصنعوا الحاجات اللي زي كده. مج حلو جدا تفاصيله حلوه جدا جدا ومفروض بيتباع ب70، فكان عليه سيل ب50 فهو جاب 2، واحد ليه واحد ليا. وكمان هو كان جايب تيشرتات وشنطه وحاجات تانية كتير من عنده، فانا ما بيحبش الزمالك يعني ما علقش على الحته دي، كل واحد وانتمام خلاص. كل سنه طيبين، ان شاء الله ان شاء الله الفتره اللي جايه يبقى في فيديوهات كتير جدا، يا رب تكون تعجبكم. سلام.